بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم وسيلة تعليمية بسيطة عن حرف الكاف. كل اللي معايا قطعة كرتون على شكل دايرة، ومعايا قطعة فوم برضو على شكل دايرة على حجمها بالظبط، ومعايا صور لحرف الكاف، كلب وكرسي، كلب وكتاب وكشاف. تمام. أول حاجة هبدأ أعملها، هلزق قطعة الكرتون والفوم دي نلزق قطعة الكرتون والفوم بالشكل ده. لزقتها بالشكل ده كده. بعد كده هجيب من اللي هو الجليتر ده واعمل سهمين، دي يعتبر الساعة، يعني الساعة الدورة، ان الطفل هيعرف الكلمة والكلمة والصورة المعبرة عنها. هنعمل سهمين زي اسهم او زي عقارب الساعة كده. عملت عقربين كده زي عقارب الساعة بالفوم. بعد كده هدخل فيهم المسمار بتاعي كده، تمام، نركبهم بالشكل ده كده بحيث يلفوا بدوران كده، تمام، يتحركوا معايا كده. انا ركبتهم كده، نبدأ بقى نركبهم هنا، تمام كده، يبقوا حرين معايا في الحركة. بعد كده هبدأ اجي على جنب والزق الصور. تمام. هجيب الصورة التانية برضو، كتاب، هجيب الصورة التالتة، هبدأ في النص هنا اكتب حرف الكاف. تمام. بعد كده هكتب هنا الكلمات، كلب، كرس، كتاب، وبعدين كشاف. هبدأ اكتب الثلاث كلمات. انا كده خلصت وسيلة التعليم بتاعتي عن حرف الكاف. سهلة وبسيطة خالص، ان ازاي الطفل يربط الكلمة بالكلمة بالصورة بتاعتها بالحرف. تمام. يعني مثلا لو قلت له مثلا كلب، المفروض ان هو يقول لي السهم ده على الكلب والسهم ده على الايه، الكلمة. كتاب كده، كشاف كده. تمام. وسيلة سهلة وبسيطة خالص من الكرتون ومن خامات البيئة. اتمنى تعجبكم وتجربوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.